كنتم حاضرين في اللجنة المركزية أنكم درتوا التدليس على وزير إعداد التراب الوطني والسكن. علاش؟ المرسوم اللي سنا فيه هذا الوزير هذا ديال الإصدار ديال التصميم التعديلي من بين النقاط ومن بين الوثائق اللي بنى عليها هي الإشارة إلى محضر دولة مداولة المجلس الدورة الاستثنائية ديال 4 سبتمبر 2017. هاد الدورة هادي ألغتها السلطة، يعني عامل الإقليم ألغى هاد الدورة هادي، وكانت مراسلة ديال الرئيس بهذا الشأن. العامل أو من يمثله كان حاضر في اللجنة المركزية، الرئيس كان حاضر في اللجنة المركزية، وانتم كتقولوا على أن المحضر كيمشي تحت إشراف السيد العامل، كيفاش عطيتوا للوزير وثيقات من الإلغاء ديالها؟ واليوم بدلتوا الأجل ديال الدورة باش تدوزوا هاد التصميم أو هاد المخطط التوجيهي لتهيئة السد. السبب بسيط جدا، هنا الإخوان ديال المكتب خصهم تاهما يتحملوا واحد النوع من المسؤولية في إشهار الحق وفي قول كلمة الحق. لماذا هذاك الملف ديال التصميم التهيئة مرة بهذه يعني بتلك الطريقة المخالفة للقانون، واليوم حنا أمام واحد الحرص كبير؟ علاش؟ حيت التصميم التهيئة الإخوان يحدد لنا عدد الطوابق اللي خاصهم يكونوا في المدينة، بينما تهيئ الساحل كيهضر على البلايا، كيهضر على القنطرة، كيهضر على شما بغير. بالتالي هذا ما التصميم التهيئة كيتحكم في المستثمرين العقاريين، التصميم التهيئة كيتحكم أو المنطقة ديال التصميم التهيئة كيخلي واحد الناس كترعد عليه باش تدوزو بأي طريقة إن كانت. وهنا يعني واحد العداد ديال الأمور أنا غادي نسكت فيها هنا ونخليكم نتوما تفكروا فيها ونتوما تفكروا كيفاش كيتم التمرير. إلا كانوا الإخوان في المكتب لا يدرون، رغم أن هاد النقاط ديال جدول الأعمال نورمالمون كيدوزو على طريق المكتب، ما كيفهموش اللي كيدار موراهم. أمشي لهاد المخطط التوجيهي لتهيئة الساحل. بداية الوثائق وصلونا معطلين، كطلبوا منا أننا نقراو، جاو وثائق بالفرنسية، عطيناهم نفس السيدي، طلعنا عليهم، جاو متأخرين جدا، كاين واحد الدوكيمون فيه أزيد من 100 صفحة، كاين واحد عدد من الخرائط غير مفهومة، وخا كنطلعوا عليها ما كنفهموهاش، بالتالي كيفاش كطلبوا منا أننا نبداو عدد من الملاحظات في وقت وجيز ووجيز جدا. أنا ما محتاجش يعني العرض ديال الوكالة الحضارية بقدر ما محتاج نسمع جوج ديال الأمور. الإضافات ديال الجماعة على مستوى قسم التعليم، شني إضافت هاد الجماعة كجماعة، شني عطات في هاد العرض هذا أو في هاد التصميم هذا. وكذلك خصني نسمع المكتب شني قدم. نورمالمون المكتب طالع على الوثائق، بينما أنا كنتفاجئ أن الإخوان ديال المكتب توما كيناقشوا بحالهم بحالنا، توما كينتقدوا بحالهم بحالنا. بالتالي اليوم كان كيخصكم نتوما تقولوا لنا شنو هو الدور اللي داروا المكتب ديال المجلس في هذه الوثيقه هذه. ما سمعناش كاع شي حاجه سميتها الشواطئ الصخريه، واحد جزء كبير من الشواطئ ديال العريش هي شواطئ صخريه. بالتالي من الخطا بمكان اننا نقول ان هذا المخطط هو لتهيئه الساحل، يقدر يكون تهيئه شي حاجه اخرى. في اعتقادي على ان الاعداد ديال اي مخطط كناخذوا بعين الاعتبار يعني الامكانيات الماديه وتطور الامكانيات الماديه. كيبان لي من المستحيلات السبع اننا نتكلموا على تهيئه من هذا الحجم، وحنا كيف ما قالوا احد الاخوه اللي كاينين في القاعه ما قدرناش نقضيو على دور الصفيح، ما قدرناش احنا يعني كيفاش كنخضعوا للاحكام، يعني واحد النوع ديال كملت الوقت سي رايس. شكرا سي رايس.